لما سار موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون وافوا على قوم يعبدون الأصنام، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم كرم الله موسى عليه السلام وشرفه، فضرب له موعدا لمكالمته ومناجاته بجبل الطور، فسارع موسى عليه السلام مبادرا لمناجاة ربه، واستخلف في بني إسرائيل أخاه هارون عليه السلام، وأوصاه بالإصلاح، ونهاه عن اتباع آراء المفسدين. فلما وافى موسى ربه، أخبره الله بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل من اتخاذهم العجل إلها يعبدونه من دون الله، قال تعالى فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. لقد كان السبب في ضلال بني إسرائيل وفتنتهم بهذا العجل رجل منهم يقال له السامري، كان عظيما في بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة، ولكن عدو الله نافق بعدما قطع البحر مع موسى، فلما مرت بنو إسرائيل بالعمالقة وهم يعكفون على الأصنام وقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اغتنمها السامري وعلم أنهم يميلون إلى عبادة الأصنام، فصاغ لهم عجلا من ذهب وألقى بداخله حفنة من تراب أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام، فصار له خوار. فقال الضلال من بني إسرائيل الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نسيه موسى هاهنا وذهب يتطلبه عند جبل الطور، فعكفوا عليه وأحبوه حبا لم يحبوا شيئا قط مثله، فكان إذا خار سجدوا له وإذا خار رفعوا رؤوسهم. وأنكر هارون عليه السلام على قومه ما وقعوا فيه من الشرك والضلال أشد الإنكار وقال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وكادوا يفتكون به ويقتلونه. فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فتركه موسى ثم أقبل على السامري وقال فما خطبك يا سامري، أي ما أمرك وشأنك وما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت ما لم يرى الناس، رأيت جبريل عليه السلام حين جاء لهلاك فرعون فألقي في نفسي أن أقبض من أثره قبضة فما ألقيتها على جماد إلا صار حيا، فلما سألوك أن تجعل لهم إلها زينت لي ذلك نفسي. فأمر الله موسى أن ينفي السامري عن قومه، وأمر بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يكلموه عقوبة له، فجعل يهيم في البرية مع السباع والوحش لا يمس أحدا من الناس ولا يجد أحدا من الناس يمسه، حتى صار كمن يقول لا مساس لبعده عن الناس وبعد الناس عنه. ثم كان من أمر العجل أن استحال من الذهب لحما ودما، فحرقه موسى عليه السلام بالنار ثم ألقى رماده في البحر.
قال تعالى حكاية عن قول موسى للسامري: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً.